بص، خلينا متفقين، المستقل دايما بيشيل شيلة لوحده. انا كنت من الناس اللي بتناشد ان يبقى في عمل حزبي بجد في مصر، يبقى في اكتر من حزب، يعني حزبين ثلاثة بالكتير قوي. يعني فكرة ان انت يبقى عندك 110 حزب، وده الكلام ده انا قلته في احد المؤتمرات الشباب امام سيادة الرئيس، ان احنا مش محتاجين يبقى عندنا 110 حزب او 118 حزب، احنا محتاجين عندنا 3 4 احزاب. 3 4 احزاب النهارده دول لو موجودين بيمثلوا ايديولوجيات معينه، اليساري منه الليبرالي المدني المحافظ، فانت في الاخر عندك مجموعه احزاب. هي دي الحياه الحزبيه اللي احنا نتمناها تبقى موجوده في مصر. وبالتالي لما بتكون انت بتشتغل جوه مؤسسه حزبيه، فانت بتطلع طاقات اكتر، بتطلع كوادر اكتر، بيبقى في عمل جماعي، تيم وورك، بيطلع شغل احسن واحسن، غير لما تبقى انت شغال فردي لوحدك يعني. فطبعا اتمنى ان يبقى في حياه حزبيه في مصر بشكل كبير قوي. وانا انضميت لحزب مستقبل الوطن خلال السنتين اللي فاتوا. انا كنت داخل مستقل ونجح مستقل، لكن في 2018 التحقت بحزب مستقبل الوطن، وبنحاول نبني كيان حزب كبير يعني.